مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. جوله جديده من خارج استوديو المواجهه. الحقيقه انه كتير مننا بيحب السينما او التلفزيون حب خاص، يعني بيكون ميال انه يدخل هذا المجال او حتى يلاقي طرق انه يدرس في هذا المجال. والطرق التقليديه اللي احنا عارفينها يا معاهد السينما يا بعض كليات الاعلام في اي جامعه، ولكن الحقيقه احنا بندور كده لقينا انه هناك مدرسه من نوع اخر ومن نوع مختلف، مدرسه العربيه للسينما والتلفزيون، تقدر من خلالها تدرس اعتقد كل قطاعات السينما والتلفزيون المعهوده والمعروفه ولكن بطرق مختلفه تماما. خلونا نتعرف اكتر عن هذه المدرسه وعن هذه الدراسه الجديده من نوعها داخل هذه المدرسه. خلوني ارحب بضيفتي الكريمه الدكتوره منى الصبان، الاستاذه بالمعهد العالي للسينما وصاحبه فكره المدرسه وكمان طبعا المسؤوله عن هذا الصرح. يا دكتور احنا اللي بنشكر حضرتك على الاستضافه الحقيقه. ربنا يخليكي، كلك ذوق، ميرسي جدا. برحب بحضرتك وكل سنه وحضرتك بخير. والحقيقه في البدايه لما قرينا عن المدرسه وفكرتها هي مختلفه والدراسه فيها مختلفه، فحابه حضرتك تكلمينا عن فكره هنا المدرسه. الحقيقه الموضوع ابتدى من ان انا هل لي علاقه بالكمبيوتر ولا لا. فانا طلعت الاولى في مؤسسه الفول برايت في الفنون، وبعدين انا اشتركت في مؤتمر الرابطه العربيه الامريكيه لاساتذه الاعلام، بيبر طلبوا مننا نعمل بيبر عن تعليم الميديا على الانترنت. ده كان امتى يا دكتور؟ كان بعتوا لنا الجواب بتاع المؤتمر في مارس 99، وانا اشتركت المهرجان والبتاع كان في الجامعه الامريكيه بيروت المؤتمر في اكتوبر او اوائل نوفمبر 99. خليني بس انوه انه الاصل في الدراسه هنا في المدرسه يا دكتور هي التعليم اونلاين. ايوه، ما انا فيمكن ده المختلف اللي كنت ما هو عليه. المؤتمر كان طالب تعليم الميديا على الانترنت اونلاين بالظبط، فهو يعني كانت البيبر كده، المواد من ديكور لسيناريو لمونتاج في انيميشن كمان يا دكتور. ايوه في كل حاجه، ولكن اللي احنا حاطينهم عشان نمتحن فيهم كلغه السينما هو سيناريو، اخراج، تصوير، مونتاج، صوت. وبعد ما بيخلص الخمس مناهج يدرسها ويمتحن فيها بنبتدي مشروع التخرج. اعتقادا مني انه، او مش اعتقادا مني، ده المعروف يعني، انه اي فن عايزه تدرسيه او عايزه تعرفيه لحد هو ينقسم الى جزئين، جزء اللي هو الكرافت او الحرفه، وجزء اللي هو التكنيك او الحرفيه. فأنا بدرس على المدرسة الجزء الكامل كامل اللي هو الحرفة. خليني أسأل حضرتك يا دكتور، بدأتم إمتى؟ يعني فكر بعد المؤتمر والبيبر أو الورق البحث اللي حضرتك قدمتيه، بعديها ابتديتي إمتى تشتغلي وإمتى أول كلاس أو أول دفعة نقدر نقول نتخرج؟ هو أنا رجعت في نوفمبر مصر من لبنان، وقدمت المشروع لوزير الثقافة والحقيقة القرار الوزاري بإنشاء المدرسة طلع في يوليو 2001، ونزلنا على الهواء مايو 2002. يعني احنا بنشتغل من يوليو 2001 لغاية مايو 2002 نزلنا على الهواء كمدرسة. الحقيقة اللي يسمع عن المدرسة يا دكتور يتخيل انه ان الموضوع فيه فصول ودكاتره وقسم تدريس وطلبه، ولكن الموضوع افتراضي بالكامل، فيرتشوال بالكامل. بالظبط بالظبط. ازاي يا دكتور؟ هو كان ده الاتجاه من الاول، لدرجه ان في طلبه كانوا بيجوا لي المكتب هنا ويقولوا لي حضرتك عايزانا نذاكر وندرس وانت مش واقفه قدامنا، ازاي يعني؟ ايوه. اقول لهم هيحصل. وده كان اللي خلاني أدرس بطريقة مختلفة جدا المناهج دي، بإني بستعمل في كل معلومة بدرسها بالمالتي ميديا. يعني كل حاجة بحطها كمعلومة جديدة بتتشرح بالصورة الثابتة، بالصورة المتحركة، بالنص المكتوب، بالصوت، برسومات الكمبيوتر.
ما بتحتاجش فعلا ان حد يقف قدامك لانه كان في جزء كبير عليهم يا دكتور، يعني في جزء على حضراتكم لتوصيل المعلومه بس الشغل عليها ده اعتقد رجع للطلبه بالظبط الاستفاده بيها بالظبط. لا انت عايز تتعلم ولا مش عايز بالزبط. تتعلم الطلبه على مدار السنوات الاعداد بتزيد قد ايه؟ لانه انا اعتقد انه في الاول زي مش زي دلوقتي يا دكتور. لا طبعا طبعا. بصي احنا عندنا كذا نوع من الطلبه، واحد يقول لك اما اخش اتفرج، واحد يستمر يبص ويقرا، واحد يقول لك لا انا عايز ادرس وامتحن. انه يوصل لنهائي انه ياخد شهاده ويعمل فيلم وحاجات كده يعني. أنا قريت يا دكتور إنه الكورسز ممكن الشخص ياخدها بشكل مجاني، الامتحان هو اللي عليه رسوم. بالظبط، كان كل همي إنه في شباب في المحافظات الحقيقة اجتماعيا وماديا ما يقدروش ينزلوا القاهرة يتعلموا سلامة. صحيح. وهيموتوا يتعلموا سلامة. صحيح. فدي أنا كنت عاملاها مخصوص مجانية علشانهم. ولذلك إحنا دلوقتي عندنا شباب من المحافظات يعني عددهم كبير جدا. يعني لغاية قريب كانوا 35,000. yeah. ما أنا بقولك مش كلهم بيمتحنوا. ما يهمنيش يمتحن، أنا يهمني إنه يقرأ ويطلع على المادة ويطلع. بس كده. اللي مع حضرتك دلوقتي قد إيه اللي بيدرسوا حاليا في الكورس؟ الكورس حوالي يمكن 1500-2000. النسبة قد إيه بقى اللي بتوصل للامتحان؟ عادة يعني تقريبا 50%. النص. آه. حقيقة دكتور وانا بقرأ عن المدرسة قبل ما اجي اقابل حضرتك قريت المواد اللي موجودة السبجكتس اللي موجودة اونلاين، ولكن طول عمري في ذهني انه هذه المواد هي مواد عملية بشكل اكبر. بتعملوا ايه علشان توصلوا هذه المادة؟ عشان تدرسي فن في جزء اسمه الحرفة والحرفية. جزء اسمه الحرفية. فاحنا بندرس الحرفة على المدرسة. على موقع المدرسة. الحرفية بقى بندرسها أثناء عمل مشروع التخرج. يعني تحت إشرافي بيعملوا مشروع التخرج وبيمارسوا حرفية الفيلم. مستوى المشاريع بتبقى إيه دكتور؟ حضرتك شايفها إزاي؟ بتقيميها إزاي؟ والله لغاية دلوقتي إحنا طلعنا أفلام خدت جوائز في مهرجانات. إحساسك بيبقى إيه بده يا دكتور؟ هي المشكلة بقى إنه لما يبقى الطالب حابب ويدخل ويدرس ويستفيد بيعمل فيلم على مستوى. ممكن طالب يكون عايز يدرس بس هو ما عندوش الموهبة. فلما يجي يعمل الفيلم لا يا ابني الفيلم ده ما ينفعش. فيبقى مقهور وزعلان. يا ابني لا ما تزعلش، بس لانه فعلا انا نفسي ان كل افلامنا تاخد جوائز في المهرجانات، فدي بتبقى مشكلة فعلا. يعني في شروط للدخول ولا أدنى شرط؟ خليني أسأل حضرتك عن هل بيبقى في حد أقصى لقبول الطلبة ولا ممكن عادي يدرسوا لأعداد كبيرة؟ جدا جدا. الصناعة تستوعب أعداد أكبر يا دكتورة في مصر؟ تستوعب جدا. مدة الدراسة قد إيه في المدرسة؟ هو إحنا عندنا الامتحان بيبتدي بالسيناريو، بعد شهرين بيمتحن إخراج، بعد شهرين يمتحن تصوير، بعد شهرين. دكتور هو طالب واحد بيتعلم كل المواد وبينفذها؟ طبعا. يعني هو مش داخل حابب مثلا سيناريو او ديكور او اخراج؟ في حاجه اسمها بيعمل كله، كل حاجه تدرسيها. لا تدرسي كل حاجه وبعدين بيشتغل اللي انت عايزاه. لا وتخرجي الفيلم خلي بالك. حتى تأسفين لا ما عندناش لا ما عندناش تمثيل. الحرفيات بتاعت احنا هاو تو ميك فيلم، فيلم ميكينج. بس صناعة الفيلم. صناعة الفيلم. هو السيناريست بيكتب لمين؟ مش بيكتب عشان المخرج يخرج الفيلم وعشان المصور يصوره وعشان المونتير يعمله. إذا السيناريست معرفش دول بيعملوا إيه هيكتب لهم إزاي؟ إذا المخرج معرفش كل العناصر بتشتغل إزاي هيسيطر على الموقف إزاي؟ لا طبعا ده غلط خالص. حكاية ان انا اخش اخد تخصص وامشي مفيش. انا عارفه ان انت سيناريست رائع بس اتعلم كمان اخراج وتصوير ومونتاج وصوت.
فالطالب اللي بيتخرج بيخرج بفيلم ان كان مدته هو اللي عامله من الالف لا مش ان كان مدته من 5 دقايق ل10 دقايق فيلم قصير فيلم قصير فبيبقى عامله من الالف للياء مش بس فيلم روائي قصير ده فيلم تسجيلي ممكن يتخرج بفيلم تسجيلي خليني اسال حضرتك ازاي بتشوفي الطلبه حاليا والى اي مدى السوق كمان واحتياجاته اتغيرت على مدار السنين لا انا شايفه ان في طلبه طموحين جدا انا طول عمري عايزه افهم حاجه في دراسه السينما يا دكتوره الدراسة الأكاديمية قد إيه بتضيف إلى الموهبة وممكن حد ما يكونش موهوب بس أكاديمي شاطر لأنه أعتقد الدراسة دي بالذات محتاجة جزء من الموهبة يعني هي الموهبة بتبان أكتر في التمثيل إذا كان في عنده موهبة ودرس هيبقى كده وعندنا برضو لازم يكون أنا بسميهاش موهبة قد ما إن أنا عايز ولا مش عايز جوايا عايز ولا مش عايز يعني في طلبه بتتخرج ها وانت يا ابني ما عملتش حاجه ليه ما بتعمل افلام ها قصيره وبنبعتها مهرجانات ليه ما بتشتغل ما معيش فلوس يا دكتوره ويقعد يدور لك على شماعه يحط عليها فشله وانه مش قادر يعمل وانه ده من براه مش هو ذنبه كده على طول فالناس دي بتموتني انا بقى يا ابني ما احنا طب ما احنا عملنا مشروع التخرج بان احنا زبطنا جبنا فلوس من هنا عملنا مش عارف ايه استلفنا الكاميرا اعمل حاجه زي كده بس ما تفضلش قاعد لانك ما بتعملش حاجه الإرادة دور على حاجه ثانيه الاراده مهمه قوي الاراده 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 وبس على فكره اللي عنده اراده بيبقى عنده موهبه صح صح يا دكتور خليني اسال حضرتك على مدار السنوات اللي فاتت تطوير المناهج العمليه دي بتشتغلوا عليها ازاي ده انت جبتي موضوع مهم جدا لانه دلوقتي انت اذا عملتي كتاب او جورنان او جريده ونزلتيهم السوق وطلع فيهم غلطه هيبقى ما تقدريش تعملي فيهم اي حاجه انما انا علشان بدرس على الانترنت لو انت دخلتي في على الموقع وحاولتي تقري وقلتي لي ما انا بقى بدرس بالمالتي ميديا لو قلتي لي يا دكتوره ده انا عندي صوره للموضوع ده يوضح بالظبط اللي انت بتشرحيه اجي هنا المدرسه يا عبد الله النبي نزل لي الموضوع الفلاني من على السيرفر ينزل في ثانيه احط الصوره طلع يا عبد الله خلاص اتغيرت ده تطور مستمر وسريع ده على طول يعني انا لما ابتدوا الكاميرات الديجيتال تنزل عملت موضوع عن الكاميرات الديجيتال ونزلتها عشان تخش في الامتحان وحطيت اسئله عليها فاهم قصدي فالتطور عندنا سهل جدا والحقيقه يهمنا قوي ان احنا نعمل تطور على طول مش ان احنا نضيف بس لا ده احنا يعني بنضيف معلومات كمان بس ده واضح انه اسرع من ما ممكن دفعه تتغير يعني التطور بيحصل ممكن وفي ناس شغاله في الوقت مش زي المناهج التقليديه اعتقد بالزبط. انه بتستنوا نخلص الدفعه دي لا بصي انا يعني بقول انه في الوطن العربي كله ما فيش مناهج مكتوبه بالطريقه دي معلش انا دي جملة أنا قوية يا دكتور ضمن الجملة دي جملة قوية أنا جدا انا بتحدى بيها ان المناهج اللي انا عاملاها مفيش في الوطن العربي كله عن السينما والتلفزيون مناهج معمولة بالطريقة دي ازاي تجهزوا الشباب يا دكتورة ان هم يبقى قادر ينزل للسوق الحالي السوق اللي موجود دلوقتي بتبقي مركزة على ايه معاهم يا دكتور على ان هم يفهموا ما يحفظوش اهم حاجه لان في ناس بتصم الموقع ويطلع ما يعرفش يعمل فيلم خالص تطبيق فانا بقوله انا مش حابه انك تجيب نمر كبيره لان احنا قايلين ان اللي يجيب فوق 90% في منهج في امتحان الامتحان اللي بعده هياخد 20% تخفيض فبقى انا مش حابه يعني ما يهمنيش ان انت
تاخد 20% تخفيض. انا يهمني ان انت تفهم اللي مكتوب في الموقع. فاهم قصدي؟ فاهم حضرتك. خليني اسالك حضرتك، لسه كنت بتكلمينا عن سفرك وتاسيسك لبعض الدبلومات بره في فرنسا والابحاث اللي قدمتيها في دول بره عن صناعه السينما وعن التلفزيون. احنا فرقنا ايه عن الدراسات دي بره وقد ايه احنا مواكبين ده؟ والله احنا مواكبين كل حاجه كل حاجه، وعندنا شباب زي الفل، وعندنا دراسات رائعه، والناس بتتخرج من الكليات فينا طبعا الوحش وفي الكويس وفي كل حاجه. انا رايي ان مفيش فرق بيننا وبينهم خالص، وعندنا معدات على فكره. خليني اسال حضرتك يا دكتوره السؤال الاهم الحقيقه، التقديم يبقى ازاي من قبل طلبه وليه سميتيها مدرسه؟ دي لطيفه قوي حكايه ليه سميتيها مدرسه دي. انا الحقيقه لما جيت اعملها بقيت اقول يا ربي اسميها ايه اسميها ايه، فدخلت على موقع سينمائي كندي اكاديمي وامريكاني وانجليزي وفرنساوي كلهم مسميين نفسهم سكول، فقلت وانا احسن منهم انا برضو سكول، ورحت قايله المدرسه العربيه للسينما والتلفزيون. طريقه التقديم يا دكتور زي ما حضرتك ذكرتي عبر الويب سايت. لازم يبعت لي على الواتساب بتاعي النمره مكتوبه على الويب سايت. بيبعت يقول لي انا عايز ادرس في المدرسه وامتحن. ببعت اقول له طب اكتب لي اسمك الرباعي انت دارس ايه، مهم قوي اعرف دارس ايه عشان اعرف هياخد كارنيه ولا لا اذا كان مصري يعني، و اقامتك اهم حاجه انت عايش فين. تفرق في ايه بقى يا دكتور؟ دي تفرق كتير قوي بالنسبه لي انا، عشان انا بقول يا جماعه المدرسه بقت عالميه، فعايز اعرف انت عايش فين. خليني اسال حضرتك يا دكتور، جائزه الدوله للتفوق بتعني لك ايه؟ يا خبر ابيض يا خبر ابيض، انا بقى من ساعه ما عرفت وانا مش ماشيه على الارض انا طايره فوق الارض. لا طبعا انا سعيده بيها جدا جدا جدا، يعني انا ما صدقتهاش الحقيقه. يعني لاني ما كنتش حاطه في دماغي الموضوع، وفوجئت بانه حد بيكلمني واحد يونيا بيقول لي مبروك يا دكتوره منى مبروك. ايه ده مبروك على ايه؟ هو في ايه يعني؟ انا اتخضيت وكنت عايزه زغرط بس للاسف ما بعرفش زغرط. فانما يعني لا انا سعيده جدا جدا جدا. حضرتك يا دكتوره منى يعني ليكي تاريخ طويل في هذا المجال وشغل وامانه كبيره جدا في توصيل هذه الرساله. هو كل حاجه بيقول لك التكنولوجيا، طب انا شغلي كله بالتكنولوجيا. دكتوره منى الصبان انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الاستضافه، الحقيقه مكان متفرد ومختلف وماده مختلفه تماما وجيل جديد وكبير من الفنانين اللي بتخرجوا من قامه زي حضرتك او من معقامه زي حضرتك، واكيد يا بختهم ام سعده يعني. لا وانا بحبهم جدا الحقيقه. شكرك يا دكتورة على الاستضافة، ويعني مرة تانية زي ما حضرتك ذكرتي اللي حابب يلتحق أو يكون جزء من هذه المدرسة يدخل على الويب سايت ويبتدي أنه يدور على رقم الواتساب ويتواصل مع المدرسة. هو بس يكتب أن أنا عايزة أتعلم، وهو أنا مش هسيبه يعني، إيه زي ما يكون وقع ومحدش سمع عليه يعني. لا لا ده أنا ببقى صديقته يعني، بعد كده بنبقى أصدقاء يعني. شكرا لحضرتك دكتورة منى الصبان القائمة على المدرسة العربية للسينما والتلفزيون. مشاهدينا الكرام أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. خلونا نتعرف أكثر على شكل المواد وكمان التصفح في الويب سايت، لأنه زي ما فهمنا طبعا خلال القائمة مع دكتورة منى أنه ممكن شخص يدرس وما يوصلش لمرحلة الاختبار، فيعني هو بالفعل الويب سايت او الموقع الالكتروني غني جدا بمواد متعلقه بدراسه السينما او حتى التلفزيون في المدرسه العربيه للسينما. خلوني ارحب بضيفي الكريم استاذ عبد الله العفيفي المدير الاداري للمدرسه. استاذ عبد الله برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بك. بص حابه اتعرف بقى من حضرتك على الويب سايت، بس خليني اسالك في البدايه ايه المواد اللي موجوده هنا في المدرسه؟ تمام، بالنسبه للمواد اللي موجوده في المدرسه معايا في السيناريو، في الاخراج، في التصوير، في المونتاج، في الصوت.
دي المواد الأساسية، الخمس مواد الأساسيين اللي بيتم عليهم الدراسة من خلال مناهج موجودة على الموقع مكتملة، بتدرس من خلال المالتي ميديا كاملة، يعني عنده التكست، عنده الصورة، عنده الأفلام اللي تشرح له الكلام اللي مكتوب بالكتابة، يبدأ من خلالها أنه يخش على المناهج ديت ويتصفح الصفحات اللي موجودة للمناهج ويبدأ يدرس الماتيريال ده بكل حرية في أي وقت هو يحبه خلال 24 ساعة. نبتدي كده مثلا لو هندخل على السيناريو، لو حد لانه انا فهمت ان الطالب بيدرس كل حاجه مبدئيا عشان يخش على الموقع لازم يعمل اشتراك للموقع، فالاشتراك عندنا بيبقى فري من غير اي فلوس ولا اي حاجه، مجرد ان هو بيكتب اسم المدرسه وبيبدا يشترك على لينك الاشتراك بالموقع ويملى البيانات بتاعته بالكامل، دي عشان تمكننا من الاتصال بيه او تمكنه هو من الاتصال معنا لو ليه اي استفسار. بعد كده بيبدا يخش على لينك المناهج الدراسيه، وهنلاقي ان المناهج الدراسيه عندنا متقسمه بترتيب معين، ده ليه مغزى في الدراسه، يعني سيناريو، اخراج، تصوير، مونتاج، صوت، يبدا يدرس المناهج ديت وحسب ما هو عايز بقى. لو هو عايز يكمل ويخلص المناهج كلها لازم يدرس الخمس مناهج كاملين اللي هم الاولين اللي احنا قلنا عليهم لو هو هيمتحن فيهم، لكن لو هو عايز يدرس مجرد للدراسه او للاطلاع يشوف هو اي ماده بقى فيها ماتيريال اللي هو عايز. الدراسه بتاخد وقت قد ايه يا استاذ؟ لا دي خاصه بالطالب نفسه، يعني مثلا لو هو طالب موضوع الامتحانات احنا بنعمل الامتحانات بحد اقصى هياخدها سنه كامله، في 10 شهور للامتحانات، احنا بنعمل امتحان دوري كل شهرين يبدا ياخد الخمس مواد، لو خدهم متتالي هيخلصهم في 10 شهور ويبقى معاه شهرين يعمل فيلم التخرج او مشروع التخرج بتاعه كمان، يبقى خلص السنه الدراسيه كامله في سنه واحده. في سنة ممكن في سنة واحدة لو هو عايز كده، لو عايز يطول شوية ما فيش مشكلة، يعني ممكن بيطول بحد أقصى طبعا ما تبقاش مفتوحة قوي على أساس أنه هو بيفوت مرة، المرة التانية لازم يخش الامتحان. في حرية طبعا لفكرة موضوع الامتحان اختياري، بس هو عنده القدرة أنه يدخل. لو حضرتك تورينا مثلا سبيل المثال نتصفح في السيناريو نشوف تمام. بالنسبه لو هو مثلا حابب يدرس سيناريو بيخش على المناهج الدراسيه، بيتك على لينك المناهج الدراسيه بيلاقي اول حاجه تقابله اللي هو السيناريو، لو اتك على السيناريو كده بيطلع له المانشتري بتاعت السيناريو بالكامل اللي هي الموضوعات اللي احنا بندرسها، الصفحات بتبقى طالعه قدامه بالترتيب دوت، بيبدا يخش على اللينك عادي يلاقي الكتابه اللي مكتوبه، المقدمه، عايز يخش على نوع الفيلم يخش على نوع الفيلم، يلاقي الماتيريال بتاعت نوع الفيلم موجوده قدامه يبدا يدرس في الصفحات. احنا عندنا ما يقرب من حوالي 15000 صفحه مكتوبه على الموقع. بالنسبة للفيديوهات احنا داخلين لغاية دلوقتي حوالي 4000 فيلم، مقاطع من فيديوهات موجودة بتشرح الأجزاء اللي احنا بنتكلم عليها على المنهج عشان ما يبقاش محتاج لأي معلومة خارجية، يعني هو بيقرأ الماتيريال اللي مكتوب ولو في حاجة واقفة قدامه بيتفرج على الفيديو كمان يشرح له الماتيريال اللي موجود، فهو كده خلاص بقى بيدرس أونلاين إي ليرنينج عن بعد مش محتاج أي حاجة منه. الحاجات اللي زي الصوت والمونتاج مش بتبقى محتاجة أجهزة عشان الواحد يجرب ويغلط يعني مثلا بالنسبه للاخراج، مثلا لو جينا للاخراج ودخل مثلا على المخرج وقواعد اللغه هنبص نلاقي احنا بنشرح له مثلا زي الاحجام والزوايا، نيجي نقول موضوع زي الاحجام والزوايا هنبص نلاقينا بنتكلم على الاحجام والزوايا اهوت، بنقول له الاحجام، يخش على احجام اللقطات، الاحجام الرئيسيه، هيبص يلاقي صوره بتشرح له حجم اللقطه، صوره بتدي له حجم اللقطه بالظبط. احنا معانا برضو احدى الطالبات استاذ عبد الله، خلينا نتكلم عن التجربه بقى عملي. مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. انا اسمي لمياء ابو الفتوح، التحقت بالمدرسه من حوالي 6 شهور. المدرسه بالنسبه لي كانت اكتشاف لحد كبير. عرفتي عنها ازاي؟ عن طريق الانترنت. يعني عن طريق احد الاصدقاء كان عامل شير لحاجه نشاط من انشطه المدرسه واتعرفت عليها، دخلت على الموقع. في البدايه انا من الناس اللي هو يعني التعامل مع الحاجات التكنولوجي ما كنتش فيها متخصصه قوي يعني او بيرفكت فيها، بس دخلت لقيت التسجيل سهل جدا، لقيت الحقيقه مرجع شامل لاي دارس او باحث. اصلا كنت عايزه تدرسي ايه في إخراج. السينما اخراج. انا كنت باخد الاول كورسز كتيره، بس للاسف كل كورس كان بيديني فرع واحد من فروع السينما. الجميل في المدرسه ان الموقع كان شامل بالنسبه لي، شمل كل فروع السينما تقريبا بانواعها سواء السينما الروائيه او التسجيليه، بيدرس ده او بيدرسه بشكل اكاديمي قوي في كل المراحل، بداية من مرحلة ما قبل الإنتاج مرورا بالإنتاج وصولا لحد البوست برودكشن أو ما بعد الإنتاج. بعد الإنتاج في كل تفصيلة. أنت عايزة تشتغلي روائي ولا تسجيلي؟ تسجيلي. والحقيقة كنت فاكرة أن الموضوع هيبقى مهتم أكتر بالروائي، لكن لقيت أن تقريبا في تعادل نفس الاهتمام بالضبط، حتى في السكريبت، يعني كتابة السيناريو، إزاي تكتبي سيناريو وثائقي، ازاي تصوري. طب خليني اسالك بقى لمياء،
ايه اهميه ان انت تدرسي كل الفروع؟ يعني انت حابه تدرسي، انت حابه مجال او قطاع الاخراج في السينما، ايه اهميه انت تدرسي سيناريو وصوت ومونتاج وديكور مع الاخراج؟ هي الفكره ان حتى لو انا حابه اتخصص في فرع واحد لازم على الاقل اكون اوير انف بباقي الفروع، يكون عندي وعي كافي بباقي الفروع عشان ابقى عارفه غيري وهو بيشتغل بيعمل ايه، ما بوظش شغل غيري ولا هو يبوظ شغلي. ابتديتي فكره فيلمك ولا لسه؟ ابتديت الفكره وعرضتها على الدكتور بس لسه ما خدتش الابروف الحقيقه. قد ايه هي ميزه فكره ان انت لما تخلصي، زي ما انا فهمت هنا من استاذ عبد الله والدكتوره، انه الكارنيه بتاع النقابه بيبقى الكارنيه يعني. بنحصل عليه بس لازم الاول الفيلم طبعا يكون يكون جيد ومستواه كويس على الاقل. بعد كده بتبداي ان انت تحصلي على الكارنيه. بس انا بالنسبه لي كطالبه الاهم ان انا يعني افهم علم السينما او اللغه نفسها، لان هي ليها ابجديه معينه، ليها حروف زيها زي اي لغه. بنقدر نعرف ازاي بدايه من اللقطه اللي هي اصغر وحده في المشهد ازاي بتبداي تفهمي الضوء الصوت زاويه التصوير جت ازاي، كل تفصيله في لغه السينما بتقدري تلاقي اجابه ليها هنا. كمان حابه اضيف نقطه بس اخيره، ان الموقع مزود بحاجات اضافيه خارج المنهج، زي مثلا سيناريوهات لمؤلفين او افلام قديمه، سيمينار لمشاهير صناع السينما، حاجات انا اقدر لو حابه ان انا استزيد خارج المنهج منها هتفيدني برضو بعد كده. ريفرنسز مهمه جدا. بالزبط. يعني مرجع مهمه قوي. بشكرك يا لميا، شكرا جزيلا وحظ موفق جدا ان شاء الله في الفيلم. استاذ عبد الله بشكرك على الاستضافه مره ثانيه. شكرا ليكي. شكرا ليك. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقه النهارده او جزء من حلقه النهارده من خارج استوديو المواجهه. بشكر حضراتكم، كنت معاكم انا لما جبريل، الى اللقاء.